فريق كبير فريق عظيم اديله عمري وبرضه قليل، ده دايما اللي كنا بنسمعه، وده دايما اللي بيخلينا زي ما بقول لحضرتك والله انا بتكلم من قلبي، لما الواحد كان بيسمع الكلام ده كانت طاقته بتزيد. يعني لو انا طاقتي بتبقى في الماتش مثلا 70 80% بتزيد ل 150 بتزيد الضعف. والله لما الواحد بيسمع هذا الكلام اللي بيحرك الحجر، فما بالك الكلام اللي... عايزين تحلبونا تاني ويقول لك جمهور ده. الجمهور كان رائع جدا جدا في كل شيء امبارح. امبارح الجمهور كان رائع. انا مش ذنبي ان في ناس بتسمع. على فكره اللاعب وهو في الملعب المفروض ان هو ينقطع عن العالم، ما يفكرش غير اللي في المدرب قاله له وال11 والملعب اللي فيه 11 ضد 11 فقط لا غير. مستطيل الاخضر فقط. الجمهور من حقه يعمل كل ما هو مباح ومتاح، مباح ومتاح. فالحقيقه يعني انا بستغرب جدا ان الناس بتودي وناس تانية تقول لك احنا لو يا راجل موسيماني ده موسيماني ده. الحقيقه يعني انا بقى احيي اداره النادي الاهلي على او اداره الكره في النادي الاهلي على انهم ادوا لموسيماني او جددوا مع موسيماني سنتين. هذا هو الكلام وهذا هو اللي كان لازم يحصل من فترات، لكن احنا دايما بنشوف الموضوع من بره، لكن لما تيجي تتكلم على التوقيت، التوقيت بيختاره دائما اداره الاهلي هي اللي بتختار، واحنا دائما في ظهر ادارتنا، ودايما شايفين ان ادارتنا دي حاجه محترمه جدا، زي حاجه حصلت النهارده. انا اسف جدا قبل بس ما اروح لكلمه الكابتن خطيب، او الكابتن خطيب الحقيقه النهارده كان بيطمن على بعثه النادي الاهلي وهقول لحضراتكم ايه اللي حصل، لكن النهارده تحديدا حصل مع زمايلنا احد زملائنا الكرو اللي مسافر مع الفريق لجنوب افريقيا. دخل المطار، دخلنا وداخل المطار وكل حاجه، فطلع عنده مشكله في الفيزا بتاعته. مين اللي تدخل يا فندم؟ عارفين حضراتكم الدكتور محمد شوقي، الاستاذ طارق قنديل، الكابتن حسام غالي وقفوا وقالوا احنا مش هنطلع الطياره غير وطاقم القناه معانا. هذا هو، هذه هي عائله النادي الاهلي. هذه هي عائلة الأهلي. هو ده اللي احنا دايما بنسعى له ودايما الموقف ده لما حصل ده الطبيعي على فكرة، بس أنا دايما بحب أوري حضراتكم قد إيه العلاقة داخل عائلة النادي الأهلي. هي دي العلاقة اللي دايما بتربط الجميع مع بعض. قال لك أنا مش هطلع، أنا جاي البعثة دي طالعة هيطلعوا معايا دكتور محمد شوقي وكابتن حسام وكابتن أستاذ طارق. هذه عشان كده الحمد لله ربنا بيكرمك في مباراه زي امبارح، ان شاء الله ربنا هيكرمنا في مباراه يوم السبت القادم. هذا هو الفارق، ودايما وساظل اقول دايما هذه الكلمه.